أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حملة ضد التنمر، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة جرائم التنمر والعمل على التقليل من انتشار تلك الظاهرة. وأعلنت المنظمة أنها ستتلقى الشكاوى الخاصة بوقائع التنمر والعمل على تحليلها وتقديم بلاغات بشأنها للنائب العام، فضلا عن تقديمها المساعدة النفسية لمصابي تلك الجرائم وتوفير الدعم لهم. نرحب عبر الهاتف بالدكتور حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لكنه هو الآن معنا بصفته رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. برحب بك يا دكتور. أهلاً أستاذ تامر، إزي حضرتك فندم؟ أهلاً بك. خلينا في الأول نتحدث عن الداعي وراء إطلاق تلك المبادرة، وهل تحول التنمر في المجتمع المصري إلى ظاهرة للحد اللي يدفع منظمات المجتمع المدني للتعاطي معها بهذا الشكل وتقديم الدعم النفسي للضحايا وملاحقة المتنمرين قضائيا؟ يعني في الحقيقة طبعا الظاهرة انتشرت، وشهدنا في الفترة الأخيرة يمكن أبرز حاجة الممثل شريف منير لما تم التنمر على بناته، ومنتشرة جدا على السوشيال ميديا حالات التنمر. والنيابة العامة في الفترة الأخيرة حققت مع 18 حالة، وبالتالي في تزايد احنا بنلاحظه في التنمر وبالذات مع استخدام الواجهة للسوشيال ميديا. فاحنا في المنظمة طبعا سمينا بهذه الظاهرة، وهي اهتمام أممي، يعني اليونيسيف أول من بادر بإطلاق حملة لمكافحة التنمر، و 2018 بدأت مصر، واستجاب المشرع المصري بعمل تعديل في قانون العقوبات بانه ادخل جريمه التنمر في التشريع المصري. واضح ان تعامل الدوله فعلا واضح ان تعامل الدوله بدات تستشعر هذا الخطر، بدليل انه تم تعريف اصلا ووجود اصلا جريمه اسمها التنمر في القوانين المصريه. طبعا تعديل التشريع لسه مؤخرا من حوالي 3 شهور، هذا القانون في الحقيقه عرف الجريمه وحدد عقوبات ليها، وعقوبات كمان بتتشدد مع ممارستها من مجموعه من الاشخاص او اشخاص لهم سلطه على الطفل. وبالتالي يعني الحقيقه ده يتطلب ان احنا بقى كمجتمع مدني نتحرك لتوفير الحمايه، ده جانب ان احنا نقدم بلاغات، نرصد الحالات الموجوده على الانترنت على السوشيال ميديا، نقدم بها بلاغات للنائب العام، كذلك تقديم المساعده والعون النفسي ومساعده الضحايا بشكل عام على مواجهه هذه الظاهره، او التخفف من المها، او ان احنا نقدم حتى الدعم النفسي قبل اعضاء المنظمه من الاطباء النفسيين. يعني بنحاول ان احنا نساعد في هذه المساله بانه الضحايا ما يشعروش ان هم لوحدهم، وانه يمكن ان احنا نتجاوز هذه الازمه سواء بالحمايه القانونيه او بالحمايه النفسيه. والقانون بيتيح لمنظمات المجتمع المدني القيام بهذا الدور، سواء ملاحقة أو يعني تقديم بلاغات نيابة عن الضحايا وملاحقة الفاعلين وتقديم الدعم النفسي بشكل ما للضحايا. احنا كمنظمة وفقا لنظامنا الأساسي احنا عندنا طبعا منظمة الضحايا الآن مسجلة في وزارة الشؤون التضامن الاجتماعي، فينا الحق في ان احنا نلاحق انتهاكات حقوق الإنسان، وطبعا التنمر أصبح أحد انتهاكات المعروفة. طيب مين اللي هيقوم بتقديم هذا الدعم يا دكتور، خصوصا متعلق بالدعم النفسي؟ احنا عندنا المنظمه عندنا يعني اطباء واعضاء المنظمه بيشتغلوا في سيكولوجيه الطفل، ويعني عدد من الاعضاء والعضوات اللي بيشتغلوا في هذا المجال، وبالتالي نستطيع ان احنا نقدم هذا الدعم. كذلك الدعم القانوني عندنا وحده المساعده القانونيه في المنظمه، وهي فيها عدد عاملين المتطوعين يستطيعوا ان هم يقدموا هذا الدعم ايضا. طب قبل تقديم المبادره، هل استقبلت المنظمه بعض الشكاوى، بعض البلاغات المتعلقه بالتنمر؟ احنا كان عندنا 15 حاله عند المنظمه فقط. المنظمه المصريه لحقوق الانسان اشتغلنا عليهم، ويعني تعاملنا مع الحالات وتلقينا شكاويهم وحققنا فيها وبعتنا البلاغات للنائب العام، في الحقيقه استجابه في اغلب الحالات اللي احنا قدمناها. الاستجابة كانت بتكون عن طريق ايه؟ فتح القضية وملاحقة المتهمين؟ فتح التحقيق في القضية واستماع الأقوال الضحية أو التحقيق في السوشيال ميديا، المادة السلمية المقدمة عن طريق السوشيال ميديا، ووحدة الوحدة في الشرطة، في عندنا وحدة الإنترنت،
بتقدر تجيب الشخص صاحب الجهاز او الاي بي والتعرف على شخصيته واستخدامه، وبالتالي الاثبات، لان الاثبات في قضايا السوشيال ميديا في الحياه بتحتاج دليل مادي، فالوحده دي بتوفر هذا الدليل في امر النساء العام. تمام. اعتقد دكتور انه المجتمع المصري بشكل عام محتاج لحملات توعيه ايضا تتعلق بالتنمر، لانه بعض الافعال بيمارسها الناس بشكل عادي وطبيعي وبدون احساس اصلا ان هي قد تكون فيها مشكله، وهي بتكون وقائع تنمر واضحه، وبالتالي اعتقد انه محتاجين حملات ايضا تتعلق بزياده الوعي لدى الناس سواء من الحكومه او من منظمات المجتمع المدني. اعتقد لانه كمان احنا الاهتمام بالتنمر الحقيقه هو اهتمام جه من الامم المتحده اليونيسيف اول ما بدا هذه الحمله سنه 2018، واول ما يعني نبه لانه هذه الظاهره تشكل خطوره على شخصيه الاطفال، بالذات الاطفال. كان اليونيسيف بيركز على التنمر ضد الاطفال لانه بيعمل تاثير سلبي على الشخصيه، وبيخلق شخصيات انطوائيه وما عندها امراض اكتئابيه وعندها اتجاهات انتحاريه، وبالتالي فيها مشكله كبيره الناس مش واخده بالها ان ده كان بيمارس بشكل طبيعي جدا وعادي، بنعتبره نوع من التهريج او نوع من يعني ممارسه العلاقات الاجتماعيه. صحيح، عشان كده بعض الناس كمان لما بتروح النيابه وبيتم تصعيد الموضوع بيروحوا يقولوا احنا كنا بنهزر، احنا ما كانش قصدنا اي شيء يعني. ايوه بالظبط، احنا كنا بنهزر. الحقيقه تاثيرها خطير جدا، اقول لك بتوصل لمراحل اكتئابيه او اتجاهات انتحاريه او انطوائيه، وبالتالي بتسيب اثر كبير جدا على الشخصيه، وبالتالي تنبهنا في هذا الامر. واعتقد مهم جدا ان يبقى عندي قانون، بس صح زي ما حضرتك بتقول في ضروره للتوعيه بهذه الجريمه ونشر ده يعني كل الوسائل بقى اللي بتعمل نشر الوعي لدى الناس سواء اعلام او مجتمع مدني او صحافه، مهم جدا ان هم يركزوا على اهميه وخطوره هذه الجريمه على الاطفال وعلى الاشخاص. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حافظ ابو سعد، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان.